طبعا احنا بنعرف انه الوسائل تعد من اهم عناصر العملية التعلمية التعليمية، كونها اول شيء بالدرجة الرئيسية تسهل عملية التعلم بالنسبة للطالب وتوفر على المعلم الوقت والجهد اللازم. لكن بالدرجة الرئيسية مش الهدف بيكون دائما من الوسيلة هو كيف نسهل عملية التعلم، هذا شيء اساسي، ولكن القضية الثانية كيف نساعد الطالب على ان يبني المعرفة بشكل سليم من خلال حل مشكلات، تصميم، ترتيب أفكار، الوصول إلى قوانين في الرياضيات على سبيل المثال، إيجاد مساحات من مساحات أخرى. كل هذه القضايا يعني بتلعب فيها الوسائل دور أساسي في تبسيط هذا المفهوم وتوضيحه للطالب بشكل يسهل معه عملية البناء المعرفي للمفهوم أو للفكرة أو للتعميم الرياضي وغيره من التعميمات الأخرى في المواد والمواضيع الأخرى. عشان هيك إحنا في هذا المعرض حاولنا قدر الإمكان إنه نستخدم خامات البيئة بدرجة رئيسية على أساس إنه نحاول قدر الإمكان نوصل للطالب وللمعلم اللي يستفيد أيضا من هذه الوسائل. فعلى سبيل المثال في الرياضيات حاولنا قدر الإمكان من أعمال الطلبة من خلال مساق الوسائل التعليمية إنه نصمم يعني الطالب نفسه يصمم وسائل رياضيات، لأن هاي المشكلة كانت مشكلة يعني تؤرقنا دائما وتؤرق معظم معلمي الرياضيات اللي دائما بيستخدم فقط الطبشورة أو القلم والسبورة. ليش؟ لأنه ما كانش في وسائل أو على الأقل مثل. لكن هون إحنا حاولنا نعطي أكثر من فكرة معينة ممكن تستخدم في الرياضيات وتسهل عملية التعلم، وهذه الأفكار كلها إذا حاولنا نتمعن فيها ونشوفها ونشوف كيف عملية استخدامها بالدرجة الرئيسية راح نلاقي أيضا المعلم بهذا الخصوص إنه راح يحاول كمان هو إنه يبني ويصمم وسائل أيضا في كل المفاهيم الرياضية الموجودة. طبعا ما ينطبق على الرياضيات أيضا ينطبق على اللغة الإنجليزية والمرحلة الأساسية الدنيا واللغة العربية، اللي حاولنا من خلال هذا المعرض إنه نشرك فيه مديرية التربية والتعليم ممثلة بمديرها الأستاذ سامي مروة، أيضا القسم الإداري والإشرافي في مديرية بيت لحم ومعلميها ومدير المدارس والطلبة للإطلاع على الإنجازات اللي قاموا فيها طلبة جامعة بيت لحم في مساق الوسائل التعليمية في كلية التربية، من أجل إن شاء الله إنه يكون هذا المعرض بمثابة إنجازات محددة تحسب لكلية التربية زائد وسائل ممكن إحنا نستخدمها ونوظفها في العملية التعليمية بشكل سليم. فراحين إحنا نوجه إلى شرح مفصل تقريبا عن بعض الوسائل اللي طبعا أنتجوها الطلاب فيما يخص بما يعني مادة الرياضيات. بعد ما يخلص الشرح للطلاب بيعمل لهم تقييم، مثلا بقولهم الوتر على المقابل او واحد على جيب، شو هي؟ فالطالب بيحرك الدائرة باتجاه السهم عليها تطلع قطعها، او مثلا بقولهم المقابل على المجاور بحرك السهم تطلع ظلها. في طريقة تانية انه مثلا بحرك هيك بقولهم شو ضطها، فالطالب بتطلع على اتجاه السهم تطلع واحد على الظل او المجاور على المقابل. هيك من الطلاب بيعملوا مراجعة على السابقات تعامل النسب المثلثية، ومنه بيقدر يحفظوهم لانه هاي عند الطلاب دايما صعوبة. فمثلا جيبها هي مقابل على الوتر، اذا بنلفها هيك جتها هي المجاور على الوتر. استخدام الدولاب انه مثلا ايش قانون شبه المنحرف، مساحته اللي هي نصف مجموع القاعتين بالارتفاع. مثلا بشكل عشوائي لو حطينا ايش هي مساحة الدائرة، اللي هي مساحة الدائرة اللي تساوي نقاط تربيع باي. مسيرنا الكسور، فمثلا من اين هاي وهاي نخليه يعد 1 2 3 4 5 6 7 8 9، فبطلع 9 بخليه طول من هون 9 يحطه هون، ومثلها خليه يستنتج ايش مساحة شبه المنحرف. فانا احط هاي هون شو بتصير؟ مثلث. فبنعرف ان مساحة المثلث هي نص القاعدة في الارتفاع، نص القاعدة يعني الارتفاع هاي زائد هاي، فمساحة شبه المنحرف شو بتساوي؟ نص مجموع قاعدتين في الارتفاع.
المجموع قياسات الزاوية الداخلية الثلاثة تساوي 180 درجة. فالطالب لما بيعمل بحط جميع الزوايا على خط مستقيم والزاوية تبع الخط المستقيم هي تساوي 180، فبيتشكل عندنا خط مستقيم وزاوية الخط المستقيم تساوي 180. نفس مبدأ مجموع قياسات الزوايا الداخلية، هون عندنا مثلث، أي مثلث طبعا سواء مثلث متساوي سقيقا من الزاوية ومثلث متساوي أربع، أي مثلث أي نوع مثلث مجموع الزوايا الداخلية تعادل 180 درجة بحطهم على الخط المستقيم فبيطلع معنا زاوية الخط المستقيم. كذا نوجد طبعا مساحة المعيد خلالها رح نتعرف على مساحة المستطيل. انها نوجد مساحة المعين، طبعا المعين الطالب مثلا بده يلعب فيه يحرك مثلا الشوك الحدود كيف يسوي مستطيل. طبعا الطالب بيعرف انه مساحة المستطيل اللي تساوي الطول ضرب العرض، طيب وبالتالي يستنتج انه مساحة المعين اللي هو طول القطر ضرب نصف القطر، وبالتالي يوجد مساحة المعين. هاي الوسيلة بتعبر عن خصائص المعين، فخصائص المعين هي عبارة عن ان الاقطار ينصف كل منهما الاخر، الاقطار ينصف كل منهما الاخر، وكذلك القطر ينصف الزاوية، فهاي الزاوية تساوي هاي الزاوية. مساحة الدائرة، هنا الدائرة هذه ممكن نقسمها إلى مثلثات، ممكن نقيم هذه المثلثات نضعها على المستطيل نحاول نشوف هل ممكن نوجد مساحة الدائرة هذه عن طريق تقسيمها وعملها كمثلثات، وأنا بدي أحاول عن طريق تقسيمها ووضعها على المستطيل بهذه الطريقة. طبعا بهذه الطريقة نوجد انه مساحة الدائرة هي نفسها مساحة المستطيل. طبعا الطالب بيعرف انه مساحة المستطيل هي طول ضرب العرض، فبالتالي بيوجد مساحة الدائرة عن طريق هذا المستطيل، انه يقسم المثلث الى يقسم الدائرة الى مثلثات ويضعها على شكل مستطيل ويضرب الطول ضرب العرض، فبالتالي بيوجد هذه المساحة هي نفسها مساحة الدائرة. هذه هاي لو اجينا اخذناها هاي عبارة عن ايش؟ لما نحسب جتا الثلاثين، هلا الاحداث السين هو الجتا والاحداث الصادم هو الجيم، جتا الثلاثين شو بيساوي؟ جتا الثلاثة على اثنين اللي هو 18، هاي هيك لو ننطول الجيب بنحط هيك قديش بيساوي نص، ومثل هلا اي زاوية 30 45 هاي الزوايا المتناظرة والمتبادلة. هلا هاي قبل ما ابلش اشرح في الدرس باجي على الطالب بخليه يحط هاي محل هاي، فايش بخليه يستنتج انه الزوايا
متناظره نفس الشيء متساويه، ولو جيت على الزوايا المتبادله نفس الشيء بخليه يحط هاي المحل هاي بيكون الزوايا المتبادله متساويه. هلا لو بدنا نيجي على متبادل المثلث شو بتحكي انه لازم عشان يتكون مثلث لازم مجموع طول ضلعين اي ضلعين في المثلث لازم يكون اكبر من طول الضلع الثالث، فلو بجي على هاي 40 18 18 36 اقل من 40 فمستحيل يتكون عندي مثلث، بس لو اجيت على هاي مثلا هاي 35 وهاي 30 60 65 اكبر من 40 فهون تشكل عندي مثلث، فهي هي متبادل المثلث. الزاوية المركزية والزاوية المحيطية، إنه في عنا الزاوية المحيطية ألف والزاوية المحيطية باء مشتركات في نفس القوس إنها متساويتان. العلاقة بين الزاوية المحيطية والزاوية المركزية هي عبارة إن الزاوية المركزية تساوي ضعف المحيطية ثاني مشتركتان في نفس القوس. لو جينا ركبنا المركزية عملناهم هيك فبيطلعوا متساويان، فالمركزية ضعف الزاويتان المحيطيتان المشتركتان في نفس القوس. في عنا هون بازل على الصف السابع والصف الثامن والتاسع معادلات بحلهم الطالب، بيكونوا طبعا الأجوبة على جهة والمسائل على جهة، بيحل الطالب المعادلة بحط الجواب فوق المعادلة، فبعد ما يشكل ويحل الطالب الأجوبة بيطلع لنا شكل الخوارزمي. شكل الخوارزمي بطلب من الطالب هنا عن طريق التعلم مع اللعب بطلب منه يعطيني إيش معلومات عن الخوارزمي، إيش عمل في عالم الرياضية. كمان بازل على نفس المبدأ، بس هون إنه الشكل ما بيطلع مثلا لعالم إشي بيختص بالرياضيات، بيكون شكل عادي. هون عبارة أي مسألة طبعا للصف من السادس خامس، مثلا هون عندي مثال إنه حول إلى كسر عادي، يعني هون عدد صحيح مع كسر عادي، بحوله بيكون الجواب على أرضية الخشبة وبحط السؤال فوق الجواب فبطلع معاه شكل البازل. هاي عن طريق المجموعات بيقدر الطالب يلعبها. هون ايضا كمان فكره للصف الرابع، انه عندي بين البسط والمقام كيف يعبر عن البسط والمقام عن طريق البازل، بحط بين اقواس ايش ايش البسط وكل الرسمه ايش هي المقام، يعني عندي انا هون 8 رسمات عباره عن المقام وبين الاقواس هي 4 رسمات اللي هي عباره عن البسط، فعندنا 4 اثمان، فبحط الطالب الجواب فوق السؤال بيطلع معاه الرسمه. هاي كمان يلعب مع الاشكال الهندسيه بازل، يعني بيكونوا مخربشين فبصير مثلا نصف القاعده في الارتفاع بروح بدور على الشكل فبيطلع معنا اللي هو مساحه المثلث. هون كمان بازل يلعب مع الاشكال الهندسيه، مثلا بسال الطلاب ايش مساحه المثلث، فهون عندنا بتكون ثابتات وهون يعني بيكونوا برا، فعندنا قانون مساحه المثلث من نصف القاعده في الارتفاع، فبصير الطالب يدور على الجواب وبحطها جنب الشكل فبتكون لدينا مساحه الدائره. هاي بتكون طبعا برا بين الاشكال وبحطها بتثبت عنده بتصير مساحه الدائره تساوي نقاط ترفيع طب. وهون كمان نلعب بشكل إن هون مبدأ الصف الأول الجمع ضمن الأعداد، بطلب من الطالب يعطيني مثلا عددين ضمن العدد من صفر من 1 لـ10، مثلا ناخذ مثال ناخذ مثلا 2 + 3 شو الجواب؟ 5، فبحط في كفة الميزان مثلا وإحنا بنعرف إنه الميزان إيش متساويات، فهون المبدأ إنه هاي المسطرة كلياتها نفس المقياس نفس المسافة، فمن النص إحنا محددين على أساس إنه يطلع نفس مبدأ الميزان، فبطلع لنا 2 + 3 يساوي الطرف الأيسر اللي هو عندنا هون 5. نظرية فيثاغورس، مبدأ نظرية فيثاغورس هي بتحكي إنه مساحة المربع المنشأ على مساحة المربعين المنشأين على ضلعي المثلث قائم الزاوية يعطينا اللي هي مساحة المربع المنشأ على الوتر، فالمربعات الزرق هي عبارة عن المربع المنشأ على ضلع ألف باء في المثلث قائم الزاوية ألف باء جيم، والمربعات البرتقالية هي عبارة عن مساحة المربع المنشأ على الضلع باء جيم في المثلث قائم الزاوية، مجموع المربعين يساوي مساحة
المربع المنشأ على طول الوتر للمثلث قائم الزاوية. أي شكل منتظم هندسي هون لصف الثالث والرابع اللي ما بيكونوا عارفين مثلا ايش مساحة المربع مثلا، مساحة المربع بنعرف هي طول الضلع في الضلع. فمثلا بشكل عندي هون مربع من خلال جبادات عبارة ايش مساحته بدون استخدام القانون، هي عبارة عن مجموع المربعات المحصورة داخل الشكل. هذه المسألة عبارة عن كيف مثلا نوجد مساحة ارتفاع مثلا بناية او ارتفاع شجرة، نستخدم هذا الليزر. الليزر هذا عبارة عن فكرة، عبارة عن الليزر بنعيره على رأس الشجرة ومن ثم نحطه على رأس الشجرة ومن ثم نجد الزاوية اللي هي ظل الزاوية، ظل الزاوية تساوي المقابل على المجاور. بالنسبة للمجاور عندنا متر أو أي شيء أو أي أداة نستطيع أن نحسب ما هو المجاور، فنقيس المجاور وبالتالي نوجد على مساحة الظل، فبالتالي نجد الارتفاع للبناية أو الشجرة بدنا نقيسها، وبالتالي بدنا ننقص هذا الارتفاع لأجل إنه الشجرة على أرض الأرضية الأرض، فلذلك بنقص هذه وبالتالي نوجد مساحة الارتفاع تحت الشجرة. عندنا هذه الوسيلة كيف نعلم الطالب كيف يحول ما بين الوحدات الزمن من ساعة لدقيقة لثانية، مثلا من ثانية لدقيقة بده الطالب يقسم ما بين بده يحول مثلا 20 ثانية لساعات بده يقسم على 60، على 60 كل درجة بيطلعها بيطلع 60، يعني بده يحول 60 دقيقة للساعة بده يقسم على 60 وبالتالي يساوي ساعة. كذلك الأمر بالعكس، الساعة مثلا عندها 20 ساعة مثلا بدي احولها لدقائق بضرب بالعدد نفسه بضرب بي 60، اذا بدي احول لثواني قد ما بنزل ادراج بنزل مثلا درجه اولى نضرب في 60 والدرجه الثانيه نضرب في 60، يعني نحول من ساعه لثانيه بنضرب في 60 وبنضرب كمان في 60 بيطلع لنا العدد بالثواني. هذه هي فكره الرسم. زاويتان المتحالفتان، مثلا في البداية بنسأل الطالب زاوية 9 زاوية 1 على زاوية 9 فلو أضعنا تسواهم لاحظ إنهم زاويتين متحالفتين، عندما زاوية 15 زاوية 12 فإنهم متناظرتين. خصائص الأشكال الهندسية، فمثلا نسأل الطالب اذكر إحدى خصائص شبه المنحرف، ممكن يذكر إن فيه ضلعان فقط توازيان فبضيء المصباح عندما يجيب الطالب. كذلك مثلا المربع أو المعين هو متوازي الأضلاع. يمكن الطالب من خلالها التعرف على الوسط الحسابي من خلال إن الدوائر يحركهم حتى إنها تصل للنص، وهم بيكون وصل للوسط الحسابي للمجموعة. لا عملية الجمع أو الضرب أو القسمة، فالطالب يحكي 10 زائد 4 يساوي، من خلال الصندوق ممكن يبحث على الجواب ويلصقه في المكان المناسب. هي عبارة عن جمع مثلا أعداد مثلا بايد بالحق، كيف الطالب مثلا بدي يعد 1 زائد 1 مثلا هنقول، فبدي يوجد مثلا 1 زائد 1 ما بين اللاعب، طبعا يستخدم اللاعب فيها في الجمع في اداء الجمع. هلا هاي عندنا اللوحه، هلا لما بدنا نعرف لما الطالب ما يكونش مثلا يعرف ضرب الاعداد انه جداول الضرب كله تمام، فبنحكي للطالب مثلا قديش ضايل للسبعه تصير 10، فهو راح يحكي لنا 3، فبنحط 3 على الجهه المقابله. هلا 8 قديش بدها تصير 10؟ بدها 2، فبنحطها على الجهه المقابله. هلا بنحكي للطالب 2 ضرب 3، فراح يحكي لنا 6، بنحطها هون. هلا لو اخذنا 8 ناقص 3 راح يعطينا 5، او 7 ناقص 2 برضه راح يعطينا 5، ولو اخذنا جمعهم 2 زائد 5 2 زائد 3 راح يعطينا 5، فراح يطلع الجواب عندنا 56. طيب
تعلمنا كيف الضرب. مثلا واحد ضرب واحد بعد النقطة اللي هي ما بين شو اسمه نقطة التقاطع قديش تساوي. مثلا بدي أوجد اثنين ضرب ثلاثة نقطة التقاطع واحد اثنين ثلاثة أربعة خمسة ستة، وبالتالي بتعلم جدول الضرب عن طريق هذه الوسيلة. هلا هاي العملية بتقيس ثلاث أهداف. أول هدف لو هون غطينا ال 220 خلينا للطالب 150 يساوي 370، حكينا للطالب شو الرقم اللي بنجمع له 150 بعطينا 370، فشو الطالب بده يروح يساوي؟ بده ياخذ عكس إشارة الزائد اللي هي ناقص وينقص 370 ناقص 150 فراح يعطينا الجواب 220. هلا الهدف الثاني لو غطينا 150 هون فشو راح يطلع لنا؟ 220 زائد ايش العدد اللي بنجمع له 220 بعطينا 370، فالطالب شو بده يروح يسوي؟ بده ينقص 370 من 220 بعطينا 150. والهدف الثالث كمان لو حكينا للطالب 220 زائد 150 قديش بده يطلع الجواب؟ فراح يحكي لنا 370. فكرة انه الجمع بالاعشار او مثلا الجمع عادي اعداد صحيحة. مثلا عندنا 28 زائد 5، هاي منعين اول اشي العدد الاول 28 هون على المؤشر اللونه اصفر هاي، وهي اللي تحت بنحركها لعند الصفر. والعدد الثاني بعينوا عليها فبطلع لنا الجواب. هاي عن عملية الجمع انه مثلا عندنا 3 مثلا ناقص 2، الحين عندنا هاي 3 وناقص 2، هاي ناقص 2 بعين بحطها تحت الصفر بالضبط، فعندنا بطلع الجواب تحت ال 3 فبطلع لنا 1. هاي الفكرة. هاي الألعاب بالأعداد الصحيحة. مثلا عندنا هنا 2 موجب، وهان مثلا 3 أو 4، هاي 4 الحين بحطهم تحت بعض، يعني 2 ناقص 4، فهون هاي بتلغي هاي وهاي بتلغي هاي، فبضل عنا 2 بالسالب. هلا هذا عندنا واحد صحيح، بدنا نعرف الطلاب مثلا اكم ربع في الواحد صحيح او اكم خمس او اكم نص في الواحد صحيح، فبيكون عندنا بطاقات بهذا الشكل اللي هو مثلا على شكل ربع، نشوف اكم ربع في الواحد صحيح، فبصير الطالب ياخذ هاي البطاقات ويصفطها تيخلص طول الواحد صحيح وبيشوف اكم ربع في الواحد صحيح. اما بالنسبه لهذه الوسيله فهي عبارة عن المسافة بين نقطتين والمستقيم، ببين طبعا هذا الوسيلة انه اقصى طريق اللي هي الطريق المستقيمة، لانه كل ما بتبعد فبتزيد المسافة، بالتالي اقصى مسافة اللي هي خط المستقيمة بين النقطتين. طالب على توزيع الاحتمال، فعندنا كم احتمال مثلا انها تلبس مثلا القميص الاحمر، فبكون عندنا هون 4 احتمالات انه من تحت لفوق بضل عندنا تحت اللي بنحبه، بكون عندنا 4 احتمالات. هاي فكرتها انه بكون عندنا هون سؤال رياضيات، هون بيطلع الجواب، الحين اللي بيطلع الجواب بيكون اللي هون هدول الأجوبة، فهو لما يطلع الجواب بيطلع على الصورة، ومن الصورة بشوف معلومات عن فكرة الصورة، فهو هي ديني هون، ديني مع رياضيات. هاي فرق بين مربعين، فرق بين مربعين إنه هاي كلياتها مربع، فهي المربع عندنا مساحته هي الضلع تربيع، عندنا هاي سين وهاي كلياتها سين، فمثلا لو احنا كبنا هاي كبيرة هاي صاد، هاي لو كبناها بضل عندنا هاي، لو مثلا بدنا نحسب هاي مساحتها فعندنا هاي سين وهاي كلياتها سين ناقص اللي هنا صاد
وهاي اللي هان صاد واللي هان سين ناقص صاد. فالحين بيطلع عنا سين ضرب سين ناقص صاد زائد سين ناقص صاد ضرب صاد، فهيك بنطلع الجواب قد ايه مساوي هاي. فهي فرق بين مربعين.